بلبل بلا تيث ولا يتحطم. البلبل طبعا انا سميته يعني كذا اسم غريب، بس انه يعني اسم يلائم نفس الشخصيه حقت البلبل، وسميت البلبل الطيف المدرع. فيلا نبدا بالفتح واقول لكم انا ليش سميته بهذا الاسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موسى بليتو فتح علبه جديد، وهذه المره بلبل من جزء الجي تي الجزء الرابع. بلبل الطيف المدرع المستوحى من الفيجر الخاص بنفس البلبل او الشخصيه هذه اللي تطلع لما يشيل بلبل بيسوي المهاره الخاصه حقته للاعب نمرود. فهذا كان سبب اختيار لهذا الاسم، انه هو زي طيف وعليه كذا اشياء حديديه فيصير مدرع. بحط لكم صوره دحين نفس الشخصيه هذه الفيجر، فانتم من نفسكم حتحكم انه زي طيف او يعني زي كذا مخلوق غريب. فقلت خلينا نطلق عليه اسم طيف ومدرع، لانه هو عليه كذا اشياء حديديه معدنيه تحميه من الضربات. وكمان بلبل كذا من جد مدرع، البلبل كذا قوي شرس ضخم عملاق. طبعا البلبل هذا يجي في مجموعه خاصه من تكار تومي، قيمه المجموعه اقل شيء انه فيها شيء مميز المجموعه، فعشان كذا حظنكم بسعرها اقل شيء 400 ريال طلبتوها من الخارج. فهي طبعا اربع بلبلين مهمين وبلبلين مو مهمين، فيعني السعر مبالغ فيه. فقول خلينا نطلب المجموعه الماثليه بنفس القطع اللي تجي بنفس المجموعه. وكمان في بلبل ثاني حتشوفه في اليوم القادم انا برضه طلبته، فترقبوا يعني حكون مقاطع حماسيه. طبعا بلبل مو اصلي فعشان كذا جاي في كيس كذا، يعني خلينا نفك الكيس ونوريكم بلبل بنظام جديد في بلابل بي بس البيرس. اوكي، من النظره الاولى طبعا كيس عادي، يعني كيس صار مدوك كرتون كذا جاني حتى مغلف، بس تغليف الشحن. ولما تفك التغليف يجي كذا في كيس مع استكرات غريبه ما حد لصقها، لان استكرات جودتها سيئه تتعب وتلصقها بعد يومين تنفك. وهذه قطعه البلبل لاير ديسك فريم درايفر. الديسك مو هو طبعا، عشان كذا انا جايب هذا البلبل اللي هو بلبل الطاووس المدمر او العنقاء المدمره اللي سموه. فهذا هو الديسك الاصلي، من طبعا ديسك اصلي من تكارتومي، وكمان هو ديسك البلبل الاصلي. فالحين خلينا نبدا نشرح لكم عن القطع على انفراد ونشرح لكم عن تفاصيل اكثر في البلبل. اول شيء حنبدا فيه هو اسم البلبل باللغه الانجليزيه. اول شيء كذا قبل اقول لكم الاسم، لو عندي غلط في السبيلنج حق اسم البلبل فاتمنى انك تصححوا لي وتحت في الكومنتات، او تجوني في الانستغرام وتقولوا لي اسمه غلط. فحسب اللي قريته وحسب اللي سمعته من اكثر من واحد، اسم بلبل برايم ابو كلبس من جد ترى كذا اسمه، بس انا يعني عشان ما بقول في مقدمه المقطع ما المفروض كنت اقوله، بس اوكي يعني عارف المفروض ان اللي متابعين المقطع هذه اللحظه يكونوا كلهم مشتركين في القناه صح؟ فلو ما كنت مشترك المفروض انك تشترك يعني عشان نوصل لعدد المشتركين اكبر، ان شاء الله نوصل 50,000 مشترك في اسرع وقت ممكن. وشكرا على 30,000 مشترك، اتوقع وقت نزول هذا المقطع احنا وصلنا 30,000 خلاص. اوكي، البلبل برايم او بريم ابو كلبس او الطيف المدرع للاعب نمرود او اثر بالانجليزي طبعا نفس اللي طلع في الانمي. فاول قطعه في البلبل اللاير شباب، لحظه عشان نضبط الوضع يعني نرجع لكم. اول قطعه في اللاير وهي اهم قطعه، القطعه الغريبه، اول بلبل تقريبا نجي بهذا النمط او بهذه الطريقه من البلابل، بلابل الجي تي، بلبل غريب جدا. اسمع الوصف وانتم حتستغربوا اكثر اللي اول مره تشوف البلبل. اوكي خلينا نبدا. هذا هو تصميم اللاير، اللاير من كثر التصاميم والاشكال الحرفيه الهندسيه الاسطوريه اللي فيها كذا، انت كانك يا داخل كذا متحف شباب. شوف كيف هذا الاصلي جهه طبعا جهه خاصه، خطر غير قابل للاقتراب، دينجرس، فنفس اسم الفريم. فبشرح لكم على حده، هذا خليه على الجنب. شوف الشكل شباب، تاملوا بالله في الشكل كذا، تحس انه بلبل اسطوره كذا، بلبل من جد، مو مكانه عند موسر بلاد، مكانه في المتحف. التفاصيل شباب واو، شايفين كيف؟ وكان من هذه المنطقة اللي فيه كذا زي فيجر، شايفين الوجه هذا؟ كان النجم الذهبي، بس يعني لونه الأسود مع الذهب مع الفضي واللون المنطقة هذه الانفينيتي كليك اسمها، يعني نظامها لون الأبيض هو الكليكات اللانهائية. يب، فبشرح لكم عنها بطريقة مفصلة طبعا. والبلبل تصميم واو شباب، شوف كيف من الجنب طبعا، شايفين كيف هنا جاي زي السيف، حاطين زي السيف، في بعضكم حسب هذا هو السيف الجي تي بس المعلومة غلط طبعا. شوف كيف ضربات عند البلبل، تحسوا يعني ما فيه ضربات جدا قوية ترى، بس هنا بس الضربة الحادة الوحيدة، الباقي عادي يعني ما هي مرة قوية. لو تشوف كيف طبعا البلبل، نسيت اقول لك البلبل دوران يميني ونمط الهجوم، لان الدرافر حقه هذا هو الدرافر الهجومي اللي يجي نفس درافر الشجاع المتقد لما يتطور، شايفين كيف؟
فالحين نشرح لكم عن هذه لانه خلاص خلصنا. اوكي نسيت اقول لكم وزن اللاير جدا عالي جدا شباب. لاير هذا طبعا اللي عليه حديد فجدا عالي. الحين خلينا نشرح لكم عن نمط الانفينيتي كليك او الكليكات اللانهائية، واللي هو تقريبا اول بول من بيبط البيرس يجي بهذا النظام اللي يعرف او يعرف في هاسبرو او البلابة من هاسبرو بالتيث، لا متي ايش يسموها سلوبس، سلوبس ياب اللي يعرف عن هاسبرو بسلوبس. شوفين كيف ما في تيث شباب، بولبول من تكاراتومي بدون تيث. طبعا هذا مو من تكاراتومي بس من نفس الشكل يعني نفس كل شيء. خلينا اقول لكم ايش يعني او ايش فائدتها. شوف كيف لما تيجي تركب بولبول، شوف طبعا هو يميني فلو جينا نركبه لحظة شوفوا لحظوا معايا الحين قاعد ادوره البولبول ما ينفك. خلينا بس افك الزوم شوية. شوف كيف بولبول ما ينفك، يعني انا اقدر ادور الى ما لا نهاية لو ملاحظين شايفين. فطيب طبعا هذا الشيء ما يخرب بولبول ما عليكم، هو كده مصمم انه يمديك تسوي هذه الحركة. طيب كيف بولبول تحطم؟ ايش هذا؟ هذا غش. اللي يشوف المقطع ما راح يقول كذا، هذا الشيء غش ما يصير. البولبول تحطم بهذه الطريقة، طبعا هو مستحيل تحطم، ولكن اذا في بولبول يتجرأ انه يحطمه فيحتاج يكون عنده طاقة معنوية انه يسوي هذه الحركة. شوف كيف لازم اول شيء طبعا لو تشوف انتم لو انتم ملاحظين لما انا ادور لاحظوا هنا يجي لون شفاف، بعدين تدور كمان يجي لون احمر. طيب ايش فايدة الاحمر ايش فايدة الشفاف؟ الشفاف يعني ما عندك تفك البولبول، اما اللون الاحمر فلو جاء احمر تضغط على هذه المنطقة شايفين هذه اللي هي السيف اللي هنا هذه تضغطوا عليها وتدور عكس الاتجاه. انا كنت قاعد ادور على اليمين تدور على اليسار، بس لازم تضغطوا عليها وبهالطريقة ينفك البلبل. انا اول ما اشتريت البلبل ألحس مخي شباب، ما كنت عارف ايش اسوي، يعني ما كنت عارف كيف افكه، كنت كذا بالصدف كذا تلاقوني فكيته. هذا اول مره اشتريه بس دحين يعني كويس انا اعرف وكل شيء صار وضع خبره شباب. البلبل يمكن شهر محطوط عندي في الدولاب ما لقيت وقت افتحه. طبعا فتحته من الكيس اكيد جربت البلبل شفت القطع، بس اني يعني ما لقيت وقت اني اصوره في الكاميرا فعشان كذا. اوكي فزي ما قلت لكم لازم اول شيء يعني تحطوا البلبل على النمط الاحمر، بعدين تضغطوا وتلفوه على الجهه المعاكسه عشان ينفك معاكم. طبعا بلبل دوران يميني. ودحين خلينا نروح للقطعة الثانيه واللي هي الديسك والفريم. القطعه الثانيه من البلبل هي قطعه الديسك، ثاني اثقل ديسك في العالم، ديسك الزيرو، ديسك اللهيبه الناري، ديسك العقار المدمره، ديسك كثير بلابل الاقوياء، ديسك الطيف المدرع. فالبل او الديسك هذا من اقوى الديسكات شباب، كذا ديسك عظيم، ديسك البلابل العملاقه. فهو طبعا ديسك ثاني اثقل ديسك في العالم بهذا النظام. سيبكم من ديسكات السوبر كينج او ديسكات بلابل الجي تي المعين زي البلبل وميض وميض الجي تي زي بلبل شجاع الجي تي، هذه ديسكات مختلفة عن الديسكات العادية. اما بالنسبة لديسكات الجزء الاول الثاني الثالث وبعض بلابل الجي تي فهذا ثاني اثقل ديسك في العالم بعد ديسك بلبل درع الفارس الناري اتوقع نسميه هو الدبل زيرو اللي هو الدبل زيرو يب. زي ما انتم شايفين هذا هو الديسك، ديسك جدا جدا ثقيل شباب ويعطي البلبل ثبات لو كان البلبل هجوم مجنون. وبقاعة الريبوت البلبل حيصير هجوم جدا مجنون، او اتوقع كان اسمه ايش؟ يب ريبوت، بس قبله كان في كلمة اتوقع الترا ريبوت وشي زي كذا. نروح للقطعة الثالثة في البلبل واللي هي الفريم، فريم الدنجرس شباب، يعني خطر او خطير، يعني الفريم هذا خطير. هم طبعا كذا سموه انه من جد فريم خطير شباب. تخيل الفريم هذا في بلبل بلابل الجزء الاول ايش حيصير لو كان كمان فريم يعني اصلي؟ هيكسر البلابل. كيف ما يصير يحطوا فريم زي كذا؟ بس هم يعني حاسبينه وحاطينه بس في هذا البلبل، لانه يعني هو اصلا يعني حجمه اكبر من حجم الفريم نفسه فما حيكون له تاثير هذا، خاصه ضد بلابل الجزء الاول. بس برضه يعني انت ما تلعب بلبل من جزء جي تي ضد بلبل من الجزء الاول، فعشان كذا تفكر فيها قبل يعني تلعب في هذا الشيء. طبعا فريم عادي جدا، فريم البلابل الهجوميه بس انه خطير، يعني عادي بالنسبه لجزء جي تي، بس بالنسبه للجزء اللي قبل الجي تي فهذا الفريم جدا 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 خطير. القطعة الأخيرة في البلبل وهي الدرايفر، الدرايفر ريبوت أو الريبوت أو كذا يعني اسم شيء زي كذا ريبوت أتوقع. المهم هذا هو الدرايفر، نفس درايفر بلبل الشجاع المتقد لما تطور يصير الشجاع المجنح نفسه بالضبط، بس إنه يعني في شيء مختلف هذا الدرايفر لأنه مو أصلي. أول شيء إنه المفروض إنه هو يكون داش، الداش هو القطعة تكون حمرة من هنا يكون لون أحمر، فهذا هو الداش. والشيء الثاني حق الشجاع المتقد يكون القطعة اللي هنا مو لونها احمر، يكون لونها ازرق بس داش، شيء جدا نادر شيء جدا مميز.
الداش العادي اللي نعرفه يكون هنا احمر، اما هذا حطوا لنا درافر عادي جدا مو داش ولا اي شيء، ولكن ما عليكم انا باذن الله راح احاول اسوي يعني بطرائقي راح احاول اجيب الدرافر الاصلي في المقاطع القادمه او في جزء جي تي حتشوف الدرافر الاصلي انا متاكد 100%. وبس يعني درافر هجومي في البدايه حيكون قادر احتمال بعد ما القطعه تنفك وتصير درافر هجومي، ودحين خلينا نروح لقياس اوزان القطع. القطعه الاولى في البلبل اللاير اثقل شيء 26 جرام 62، يا لطيف اوكي 26 جرام 60 ترى شيء جدا ثقيل. هذا لا هذا الشباب شوفوا البلبل اللاير بس قد بلبل بلبل كامل لاير ديسك درايفر من الجزء الاول. الديسك 23 جرام 83 يعني اللاير اثقل من الديسك. واو الشفين 2 جرام و88 الدرايفر 7 جرام و65 البلبل ككل. خلينا نشوف كم حيطلع وزنه. توقع كذا يعني في السبعينات، لا مو سبعينات ستينات، ممكن ستينات. خلينا نشوف 61 جرام بالضبط، يب في الستينات 61 جرام بالضبط او 1 61 جرام و1 وثلاثة قاعد تزيد وقاعد ينقص نفس الوقت. اوكي ما عليكم 61 جرام. والحين خلينا نروح للنزالات. اول شيء راح نسويه هو التجربة، راح نجرب بلبل لحاله في الحلبة. خلينا نشوف هذه الحلبة معنا العنب هو عشان تعرف هو مجنون، ولكن خلينا نجرب من قوة يعني نشوف ايش يصير. اوكي حلبة فرعت كذا كويس. فهذه حقنا نروح نزالات، عندنا اربع بلاد من جزء الليفليوشن وبلبل واحد من جزء التيربو، ترقبوا نزال بكره. البلبل الاول هو توين نمسيس اول الضحايا، يلا توين نمسيس. طبعا هذا بلبل توين نمسيس غريب، نحن ما قد تتخيلوا عندي لعبة الزرافة. واو حطم توين نمسيس. نروح للبلبل الثاني، البلبل الثاني شجاع مصر اكيد في بس طبعا 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 بس فينش. نروح البلبل الثالث وحش الظلام، وحش الظلام هجومي طبعا ما يحتاج بلبل الطيف المدرع خي يفوز بدون لمسه. اوكي بس انه فاز، المفروض انه يفوز بيرس بس يلا عوافي يعني عشان انه اول مره. فنلعبكم الجوله ما حطموا ايه ولا لازم في بيرس. البلبل الرابع يلا، البلبل الرابع هو سند الوقت البلبل الأخيرة وبلبل قبل لا يتحقق طبعا. فنعيد الجولة إعادة الجولة ونشوف بس البلبل ذا اللي ما يتحقق نبغى نحطه اليوم. أما مستحيل والله فاز وقلبه كمان داوة كده في واحدة في الأخير كده تسجيل خروج. فإعادة الجولة المرة الأخيرة قاعد شكله ما تنزل اليوم. اوكي والله كنت متحمس انه حطهم بس يلا يلا عارف. انا ماني متعلم على البلبل طبعا بالشكل الكافي، ولكن يلا نشوف هجوم يلا يهجم شوف. كيف ما تحطه؟ بلبل داعي أقوى بلبل في جزء الإيفوليوشن الأول الثاني الثالث الرابع إلا سوبر كينج. طيب يلا نجيب بلبل، نجيب الشجاع شباب والله لازم نتحطم هذا. بجيب الشجاع الأسطوري وأشوف حطه. طيب فين بلبل؟ هذا. أوكي.
اسطورة شجاع. فبس هذا كل اللي عندنا. لسنا ملاك وسبسكرايب الشير واكتبوا في الكومنتات شراكم في فتح علبة اليوم بالبيم ابو كلبس او كليبس وكان طيف المدرع. فوصل للختام سلام. طبعا اللاعب اسمه نمرود زي ما يسميه جاك ريجا. وبس والله سلام عليكم. رابط قناة جاك ريجا حتلاقوه تحت في الوصف. الرجال اسطورة ادعموه يعرف كل حاجة في البلابل. فسلام عليكم.